حمص حمص العدوية 19/2/2012 قصف عشوائي على المنازل مثل ما نحن شايفين. حاجز العدوية عم يطلق قذائف إسماري وار بي جي على هذا المنزل. طبعا صار في عنا إصابة شخصين طفلين والأهالي من الجهة الثانية عم تحاول تسحبوا إنه ما فينا نقطع الشارع لأنه في قناصين عند حاجز العدوية عند الكنيسة عم يطلق قذائف عشوائيا على منازل. هذا المنزل بناء كامل متدمر فيه 6 شقق. الله أكبر عليك يا بشار. هاي الأهالي العزال كل مدنيين استهداف أي مواطن أي منزل. خلت تشوف روسيا الدمار اللي عم يحل فينا. شوف هالشارع المنطقة هذا شارع شارع العدوية. هلا هذا صار اسمه شارع أي منظر بأي دولة بصير هذا الشيء؟ بأي دولة عربية أو الخليج؟ خلينا نشوف الخليج رؤساء الخليج شوفوا شو عم يصير بالبلد بالدمار اللي عم يحله نظام الأسد الشبيحة. هذا هو الدمار اللي حل بالمنطقة منطقة العدوية قص المنازل عشوائيا. الله أكبر عليك يا بشار. الله أكبر عليك يا بشار. نحن ما قدرنا نروح للجهة الثانية انقذ العالم. الأهالي عم تكسر الحيطان من الأبنية الثانية لحتى تقدر تطالع الأطفال والنساء. طالع طفلين جريحين. الله اكبر عليك يا بشار. الله اكبر عليك يا بشار. هذا هو القصف العشوائي على المنازل المدنيين العزال نظام الاسد حاجز العدويه تواجد فيه امن شبيحه. الله أكبر عليك يا بشار. يوميا في النهار أو الليل دائما قصف يتواجد من قبل أمن الشبيحة. الله اكبر عليك يا بشار. هذا هو قصف الهاون بالار بي جي. هذه المباني قد دمرت بالكامل.